وينضم إلينا للحديث عن دلالات انهيار الهدنة الثانية وتبادل الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان بخرق وقف إطلاق النار من إسطنبول الأستاذ معين نعيم المتخصص في الشأن التركي. مرحبا بك معنا. أهلا بكم سيدي وبالمشاهدين الكرام. الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان تنهار مجددا والاتهامات متبادلة بين الطرفين، ما الذي يؤخر إتمام هدنة يمكن أن تصمد بين الطرفين؟ حقا يبدو أن كلا الطرفين يعتبر الهدنة هي مرحلة استراحة له ليزيد من فرصته في ساحة المعركة، وهذا ما كان واضحا في التحرك الأرميني 3 مرات بالمناسبة، وليس مرتين هدنتين وشبه هدنة إنسانية خرقتها أرمينيا. أولا حتى نكون منصفين، كانت أرمينيا تسعى في كل مرة لاستغلال الفرصة فتضرب مواقع معينة لتكسر الجبهة العسكرية الأذرية ولتردهم على الأقل عما تقدموا فيه من المناطق. أما الأذريين فيعتبر أن هذه الهدنة فرصة لهم للتمكن من المناطق التي سيطروا عليها أو أعادوا تحريرها حقيقة، لنكون أكثر إنصافا، في المناطق المحتلة من قبل أرمينيا. أما فطالما أن النوايا بهذا الاتجاه، أما عن الأطراف التي كانت بسيطة وفي المرات السابقة كانت روسيا، فيبدو أنها لم تكن جدية في الوساطة ولم تكن معنية جدا بأن تترك أرمينيا، خاصة أنها لديها نوع من الغضب تجاه الرئيس الأرميني الحالي، تريد أن تعاقبه بأن تترك الأذريين ومن يدعمهم ليؤدبوه كما إن صح التعبير. فكانت تدخل في إطار الهدنة ثم حين تخترق لا تدعم على الأقل إعادتها بشكل سريع، بل تسمح باستمرار الخرق، لأنها ترى واضح أن الحسابات تقول أن أرمينيا وضعها ليس بالسهل، وأن الأذريين أو الأذربيجانيين هذه المرة يتقدمون بشكل مستمر ودائم ولا تراجع في تقدمهم. الوسيط الغير معني بدعم الأرمينيين، الأذريين يرون أنها فرصة، قد لا تكون هناك فرصة أخرى مثلها في هذه الفترة من الواقع السياسي الدولي والواقع الإقليمي، كلها تتيح لأذربيجان أن تتحرك تجاه استعادة أراضيها المحتلة. نعم، ماذا عن الموقف الأذري؟ إلى أي مدى يمكن أو تعتقد أنه يمكن أن يحقق ما يصبو إليه بعد إخفاقات كلفته خسارة إقليم كاراباخ التابع له منذ التسعينيات؟ يعني حقا لا يمكن أن نقارن لا أذربيجان ولا حلفائها ولا واقع الدولي الذي عاشته المنطقة في عام 92 في ظل التفكك الذي كانت تعيشه منطقة آسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والواقع اليوم. أولا، ثانيا، أعتقد أن الأذربيجانيين جهزوا لهذا اليوم منذ فترة طويلة واستعدوا عبر العلاقات العسكرية وتوسعة شبكة العلاقات الدولية وكذلك الواقع الاقتصادي الأذربيجاني، كلها تحسنت لصالح أو تغيرت لصالح الأذربيجانيين. فالواقع الذي تغير، أولا العتاد والإمكانات العسكرية الأذربيجانية اليوم تفوق بشكل كبير الأرميني، الأرمينيين أهملوا هذا الجانب، يبدو أنه لم يكن يتوقع من الأذربيجانيين أو على الأقل لم يتخيل أن يتجرأ الأذربيجانيين بهذه الجرأة، ولم يتوقع أن تتركهم وتتخلى عنهم روسيا بهذه الصراحة والوضوح. نعم، لذلك أنا أعتقد أن الواقع أو الموقف الأذري اليوم هو الأفضل منذ احتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية. إلى أي مدى أستاذ معين يساعد وجود تركيا إلى جانب أذربيجان يمكن أن يعادل كفتي الميزان إنجاز التعبير في ظل دعم روسي وأوروبي لأرمينيا في المقابل؟ يعني هو حق الموضوع تضخيم الدور التركي في بجانب الأذربيجانيين له طرفان، الطرف الأول هو الطرف الأوروبي والأرميني الذي يريد أن يظهر للعالم وكأن تركيا دولة مارقة تحاول أن تدعم اللا قانونية والإرهاب في المنطقة، وكأن أذربيجان اليوم تهاجم الأراضي الأرمينية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد يكون الأتراك أنفسهم، لأنهم يريدون يوصلوا رسالة للعالم أن الأطراف التي تدعمها تركيا دائما تكون أقوى، تكون بدعم تركيا لها التفوق في الميدان، وهذا طبيعي وهذا من حق أي دولة أن تظهر قوتها أمام العالم. أنا أعتقد أنه فعلا بعض العتاد الذي سلمته تركيا لأرمينيا وخاصة طيران بدون طيار كان له أثر كبير في المعركة، وكان واضحا في التقارير العسكرية التي صدرت من أرض من المواجهة ومن الميدان،
كلها تشير أن العتاد التركي كان له دور مهم. نعلم أن أذربيجان أحد أهم المستوردين للعتاد العسكري التركي، ليس فقط طائرات الطيار بل المدرعات والمصطحات وحتى العتاد. وأيضا الاشتراك، هناك حديث واضح جدا أن هناك مشاركة على صعيد التوجيه والتدريب التركي في أرض المعركة للجيش الأذربيجاني. أنا أعتقد أن اليوم تركيا لها أثر مهم، لكنها ليست صاحبة الفضل لوحدها في هذا التقدم. هل تتوقع أو تعتقد أن دخول الولايات المتحدة على خط المفاوضات يمكن أن يؤثر في الوصول إلى هدنة أو ما شابه؟ أستاذ معين؟ أيوة. كنت قد تساءلت عن دخول الولايات المتحدة على خط المفاوضات. نعم. أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ليست في واقع يسمح لها بأن تقضي لا وقتا ولا جهدا كبيرا في ملفات دولية. اليوم واقع الانتخابات التي هي على الأبواب هو الهم الأول والأهم لكل الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لا تريد أن تترك الساحة فارغة، فستشارك ولو شكليا بهدن. أنا أعتقد أنها غير معنية بأرمينيا بشكل كبير، وأذربيجان ليست ند أو عدو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بل هي أحد الحلفاء الذين تفتخر بعلاقتها بهم. لذلك أنا أعتقد أن دخول أمريكا على الخط إما لتثبيت واقع جديد في قبول أرمينيا لما تم من تقدم أذري، بل والحديث مرة أخرى عن حل الأزمة أو للاحتلال السبع مدن الأذربيجانية من قبل أرمينيا، أو على الأقل تطيل مدى المعركة وتمد الهدوء حتى يتحرك العالم أجمع وتحرك الأطراف الدولية الشريكة لحل الأزمة. أي أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلها سيكون تدخل غير مؤثر حقيقة، أو على الأقل شكلي، لأن الأذربيجانيين التقدم الأذري هو من مصلحة الأمريكان، أو هذا ما ترغب أو تأيده أمريكا على الأقل في هذه المرحلة. أما الدعم الأوروبي بالمناسبة لأرمينيا هو دعم شكلي وليس حقيقي فعلي، لأن الأوروبيين غير مستعدين لدعم أرمينيا في ظل أن القانون الدولي كله يقر بأن أذربيجان أراضيها محتلة، وفي ظل المساندة وإن كانت غير المعلن من أمريكا لأذربيجان. ما السيناريوهات التي تتوقعها، ولا سيما أن الرئيسين الأذربيجاني والأرميني أعلنا رغبتهما في التفاوض المباشر بعد يعني سقوط التهدئة، ماذا تتوقع؟ أنا قلتها منذ بداية الأيام الأولى للمواجهة العسكرية أن واضح أن أذربيجان لن تقبل بالعودة إلى ما قبل المواجهة، إما قبول بواقع جديد وترسيم حدود جديدة، أو الاستمرار في المعركة حتى انهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية قبل أرمينيا. أما المفاوضات المباشرة فأنا لا أظن أنها مؤهلة للنجاح، لأن الأطراف الرسمية في كلا الدولتين لا يرون في الطرف الآخر على الأقل شريك مفاوضات، بل يرونها عدو، وهذه المفاوضات قد تكون فقط إما إنسانية أو على الأقل لتثبيت هدنة قصيرة مدى ثم تنفجر بمواجهة جديدة. شكرا لك أستاذ معين نعيم المتخصص في الشأن التركي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.